رؤيتكم جميعا بقى واحد واحد، اتفضل يا استاذ خالد. في الاول لازم نعترف، طبعا صن داونز فريق محترم، فريق قوي، فريق مش هو فريق مش مرعب، انما هو فريق قوي. انما انا داخل الماتش وانا بطل دوري ابطال افريقيا، انا بطل القاره، انا اللي تاهلت لكاس العالم للانديه مرتين ورا بعض، اللي جايه يعني اللي احنا هنلعبها في شهر 12 صحيح. واللي جايه. انا النادي الاهلي المفروض اللي يخوف ما تخافش منه، انما احنا لولا لما كسبني انا اللي لعبت النهائي وفزت بيه. صح، يعني انا لما وصلنا لمرحله حتى واحنا وانت كنت معايا في نفس المجموعه في دوري الابطال في الموسم اللي انا اخدته وكسبتني 5، بس انا في الاخر انا اللي توجت بالبطوله. يبقى بقى العامل النفسي اللي لازم اشتغل عليه، لان العامل النفسي هو كان احد اسباب خروج النتيجه بالشكل ده. يعني هي 1-0 والعامل النفسي في هذه المباراه كان احد الاسباب، انك كنت مهتم بالشق الدفاعي، ما كنتش مهتم قوي بموضوع الشق الهجومي. دي امور اكيد الناس قدرتها بحثا في الامور الفنيه، انما اللي انا اقصده ان انت داخل الماتش وحاطط في دماغك ان اخر 5 ماتشات انا خسرت من صن داونز 4 ماتشات وتعادلت ماتش. ده او دي صوره لازم تتحط قدام لعيبه النادي الاهلي في ال 24 ساعه المتبقيه. لازم ان انا ممكن تكون اثرت نفسيا في الماتش الاولاني، طبعا في ماتش انا بتكلم بقى على ماتش يوم الاربع. لازم لعيبه النادي الاهلي، انا ما ينفعش فريق في القاره يعمل تاريخ على حساب انا اللي بعمل تاريخ على حساب كل فرق القاره. اين التاريخ؟ معلش انا برضو احب انا أحب اقصد تاريخ المواجهات يا كابتن. اين التاريخ؟ تاريخ المواجهات هي برضو تاريخ المواجهات. تاريخ المواجهات يقعد يقول غلبت الاهلي، غلبت الاهلي، مش تاريخ بطولات يا فندم. معلش معلش يا جماعه، اصبر عليا شويه، بس في حاجه اسمها فرق كبير جدا ما بين التاريخ وتاريخ المواجهات. وانا بتكلم على كده، التاريخ يا فندم، التاريخ اللي عامله النادي الاهلي، النتائج والبطولات. ما هو ده منتهين منه يا كابتن. خلاص، يبقى لما نيجي خالد قصده يعني ما فهمت. انا يا كابتن بقول انا لازم لعيبتي، لازم لعيبتي تبقى في الماتش. لا، ما ده مش صحيح برضه. في الاستعداد تاريخ المواجهات كله من اول سنه لاخر سنه. انا كابتن بتكلم على الجيل ده بالظبط يا كابتن. انا بتكلم على الجيل ده، هو انجاز بالنسبه له يا كابتن. بالنسبه له انجاز كسان داونز، بالنسبه له انجاز انه يخسر النادي. جيلي انا بتكلم، الجيل اللي هيلعب بكره الماتش بكره، الجيل ده ما ينفعش انه يتقبل فكره انه صن داونز يعدي على حسابه في القاهره. لازم يحط ده في دماغه، ده حافز وده عامل معنوي لابد ان انا العب عليه، لابد ان انا اشتغل عليه. ده ما يخوفنيش ولا احط عليها ضغط، انما يكون حافز ليا. بس برضه في نفس الوقت انت بتقول ما يعديش من صح، كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام منطقي وصحيح 100%، ولكن السنه اللي فاتت صن داونز، لسه كان الاستاذ عصام بيقول لك هذا الكلام، السنه اللي فاتت صن داونز كان كسبان النادي الاهلي في بريتوريا، او في بريتوريا 5-2 اللي خد البطوله، والاهلي خد البطوله. ما انا دلوقتي في يعني هو هذا هو نفس الجيل. انا في مواجهات اقصائيه دلوقتي، انا بتكلم بكره لا، انا كنت في دور مجموعات وقدرت ان انا اجمع نقاط وعدي، وبعد كده فريق تاني اقصى صن داونز من البطوله وانا اخدت البطوله. دلوقتي انا بواجه، دلوقتي انا ماشي، دلوقتي انا بواجهه، ماشي على دلوقتي انا بواجهه هو. ده انا معاك، انا بواجه فريق المفروض انه في اخر، لازم دي حقيقه انا ما اقدرش اتغافل عنها، ولازم احطها قدام اللعيبه واتكلم مع اللعيبه. انا كواحد معد نفسي او كمدير فني طبعاً. اقول انا الفرقه دي ما تعديش على حسابي للمباراه النهائيه، ما ينفعش صحيح باي حال من الاحوال صحيح.